محمد مدني عوض من اصوات مركز الغنائم. تمام. شغال في الطب الحراري كده 35 سنه او 40 سنه. لا الفتره اللي فاتت كان في المثل 1300 جنيه بربع 100 جنيه، دلوقتي ال 1000 ب 2500 ب 2650. كل حاله دارت في الاسعار. حالات الاسعار دي في المثل المزود كان ب 70 جنيه ولا ب 80 جنيه، اللي جت وصل 2300. الغلاء على العام مع الكل يعني. لازم انا وضعه دلوقتي وضعه. ازاي؟ زي ما كنت بقول لك بالخمس 6000 خمس 6 عربيات بينزلوا ويطلعوا. دلوقتي بعت له 500 طوبه 200 طوبه 300 طوبه الحمد لله. محمود كمال بقى لي 25 سنه في تجاره المسامير السبتيه من زمان ومن اهل السبتيه. احنا نتكلم من قبل الثوره او بعد الثوره. من قبل الثوره حركه البيع كانت كويسه جدا، مبيعات كويسه، المعروض كتير، السعر معقول، الجوده كويسه. بعد الثوره لا بقى في جوده ولا بقى في بيع ولا بقى في شراء، كله تحت الصفر. لدرجه ان النهارده بنحاول ان احنا نكمل الايجارات والمرتبات العمال والكلام ده بالعافيه. تذبذب السوق، ارتفاع سعر الدولار، ارتفاع الموجود، الانواع الرديئه ابتدت تظهر وتتباع على اساس ان مفيش بضاعه داخله. وقف الاستيراد لفتره معينه عمل دروب جامد جدا. الاسعار غير ثابته. اي حد عنده مخزون بيتباع على السعر الجديد مش على السعر القديم. سامي السعيد سلام تاجر عدد، بس الاساس مسمار وصاموله. العدد جايبينها كماليات الى جانب المسمار والصاموله لسبب ظروف الحاله الاقتصاديه. فالنهارده لازم بتحاول ان انت تشكل اكتر انواع ممكنه عشان خاطر تبيع ما توقفش. من السبعينات يعني حضرتك اذا كنت تقدر تتكلم تقول بقى لي 40 سنه. والله حركه البيع والشراء كانت قبل الثوره احسن من بعد الثوره، بس دي برضه هترجع لعده اسباب. السبب الاولاني ان ارتفاع اسعار الدولار، دي كانت نمبر 1. نمبر 2 النهارده كل العمال اللي كانوا شغالين في المحلات غالبيتهم العظمى خرجوا فتحوا محلات، فالنهارده كل واحد عدد المحلات كتر والزبون هو واحد. يعني الاول كان عدد الزبائن اكتر من عدد المحلات، النهارده عدد المحلات بقت اكتر من الشركات او الزبون اللي بيجي شارع السبتيه. شغالين في تجاره الحديد يعني من بدايه التغيير في سعر الدولار، فالدنيا اختلفت جدا يعني. السعر يعني السوق قل طبعا والسعر بقى مش ثابت على وضعه، فعشان كده ما بقاش فيش بيع وشراء الا قليل جدا يعني. من 6 لغايه 12 200 مثلا. يعني الضعف على طول، حاجه بتضعف. مجد الديب محاسب الشركه الاهليه. ارتفاع الاسعار ظاهر قوي، حاجه ظاهره قوي يعني. يعني لما الحديد يوصل ل 14000 برضه يبقى كتير. حركه البيع والشراء عامله ايه؟ قلت طبعا، لان هي حلقه بين الحداد وبين المقاول وبين البياع. حلقه يعني ايه مقفوله. لما ده يشتغل ده يشتغل ده يشتغل. فطبعا لما الحداد بيقدم شغل او المقاول يقدم شغل بيفاجئ الاسعار زادت، فبيضطر هيخسر، فبيلغي المناقصه اللي هو دخل فيها. رفعت محمود في محل السلك هنا السبتيه. بقالك كام سنه في مجال السلك؟ يعني بتاع 3 سنين كده. لا اسعار زمان دي كان وضع تاني يعني. كان في شغل يعتبر ماشي. الحاجه كانت يعتبر كانت رخيصه، كان في شغل كتير غير دلوقتي. يعني دلوقتي الحاجه غاليه، وبعدين كل يوم في الطلع وفي النزل، فانت برضو الزبون برضو مش يعني على حسب. اسمي حكمي. عندي كام سنه؟ والله زي ما تحسب. احنا كنا فيه وبيوتنا فيه وعيشتنا فيه. جاه الهدد هدوا بيوتنا اللي هي كانت على الشارع هنا، كانت في بيوت هنا لحد الكورنيش ولينا فيهم، وخدوا مننا البيوت وخدوا مننا الدكاكين، ودخلنا على الداخل، قعدنا على اللي جوه ايه من الداخل لحد الان واحنا قاعدين فيه. كانت في محلات دكاكين اكل وشرب وجزارين وبتوع فسيخ وبتوع خضار، وكان الشارع ضيق كده بس جميع الحاجات فيه، وقهوه وكل حاجه هو والميدان.